أنا فيروس كورونا، مخلوق من مخلوقات الله المتناهية في الصغر، أنتمي إلى عائلة كبيرة من الفيروسات. سأرشدكم لطرق الوقاية مني. أولاً، حصوا على أذكار الصباح والمساء. ثانياً، التزموا بتعليمات وزارة الصحة وابقوا في منازلكم. ثالثاً، اغسلوا أيديكم باستمرار. رابعاً، استخدموا المناديل عند العطس. خامساً، احرصوا على اتباع العادات الصحية لتعزيز مناعة الجسم. سادساً، بتكاتفكم معاً ستنتصرون عليّ.